يهرب اليمنيون من البلاد طلبا للجوء والبحث عن عيشة كريمة ومستقبل آمن خارج حدود اليمن بسبب الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي دفعت الكثير من أبناء اليمن وكوادرها إلى الهجرة. طريق طويل وصعب ومميت يسلكه العديد من طالبي اللجوء بحرا وبرا، منهم من يصل إلى وجهته بعد معاناة، ومنهم من تسلب البحار والغابات روحه. حادثة غرق أليمة لدكتور يمني أثناء محاولته التهرب إلى ألمانيا عبر المغرب، بالتحديد عبر مدينة سبتة بين المغرب وإسبانيا. الدكتور هو ضيف الله ديفاني الذي كان قد أكمل تحضير الدكتوراه، وبدلا من أن يعود إلى وطنه حاول التهرب إلى أوروبا وتوفي غرقا في الطريق. هذه هي صورة الشهيد المتوفي. تتوسط سفير بلادنا في المغرب وشخص آخر، ربنا يرحمه ويرحم كل اليمنيين الذين يموتون كل يوم داخل الوطن أو خارج الوطن.